السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. يكافح اليمنيون ويناضلون بكل ما لديهم من صبر وإرادة وتضحية في سبيل انتصار الدولة وتطلعات وتحقيق تطلعاتهم في سبيل استعادتها ودحر الميليشيا الإرهابية والحفاظ على وطنهم خال من التمزق والتلاشي والغرق في معارك جانبية ترغب أطراف أن توقع اليمن في هذا المستنقع. يكافح اليمنيون من أجل أن يحافظوا على وطنهم من الدخول في أتون صراع الرابح فيه الانقلاب. كيف يمكننا مساندة الدولة؟ وكيف يمكننا مؤازرتها وتعزيز تواجدها والحفاظ على مؤسساتها وتطبيع الحياة في المناطق المحررة؟ كيف يمكننا أيضا أن ننبذ ونواجه الكيانات الهشة التي تستند إلى العنصرية المناطقية أو إلى الطائفية أو إلى الثأر والحقد ضد مؤسسات الدولة؟ كيف نستطيع حماية اللحمة الوطنية من الاندثار تحت رغبات دفينة هدفها التشظي والانقلاب؟ الدولة وضرورة مساندتها ضد الميليشيا هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، دعوني أستعرض استطلاع الرأي الذي وضعناه على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا نبدأ بالاستطلاع التالي الذي وضعناه على صفحة قناة سهيل في التويتر. هذا الاستطلاع سألنا المتابعين وقلنا: ما هو موقفك من الحياد والصمت الذي طبعا رأيناه لبعض النخب السياسية أو بعض الأحزاب أو بعض المكونات المجتمعية تجاه عبث واعتداءات وتهديدات الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون؟ إذن هو سؤال للجميع، هل يعني ما موقفك من الحياد والصمت تجاه العبث والاعتداءات التي تقوم بها الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون؟ هل أنت رافض تجاه هذا الحياد؟ أم مؤيد لهذا الحياد؟ أم محايد؟ يعني ليس لديك رأي فيما يخص هذه القضية. صوت للخيار رافض لهذا الحياد، الحياد تجاه القضايا الوطنية المصيرية المنعطفات الخطيرة التي تمس كيان الدولة وتمس الثوابت. الحياد هنا هو يعني هو جريمة كبيرة لا ينساها التاريخ. تابعنا أيضا الحياد الذي مارسه البعض حينما اجتاحت الميليشيا عمران وصنعاء وغيرها، كانوا طبعا يقفون على الحياد وربما أيضا يساندون الميليشيا، وكيف تجرعوا مرارة هذا الحياد الزائف وهذه الخطيئة الكبرى. إذن 88% يقولون أنهم يرفضون شيء اسمه حياد وصمت تجاه القضايا الوطنية وخاصة عبث واعتداءات وتهديدات الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون. 8% يؤيد الحياد والصمت، و4% محايد، أي ليس له موقف، لا رافض ولا مؤيد. إذن الغالبية العظمى تقول أو تؤكد على رفض الحياد والصمت في القضايا الوطنية المصيرية. أمام القضايا الوطنية المصيرية لا يوجد شيء اسمه حياد. الحياد في القضايا المختلف عليها سياسيا فكريا غيرها. الوطن لا يتسع ولا يقبل أيضا الحياد. إذن هذا فيما يخص في صفحة قناة سهيل على تويتر. أما في صفحة قناة سهيل على الفيسبوك سألنا المتابعين من زاوية أخرى: ما الذي تحتاجه الدولة الآن من المجتمع والنخب السياسية والناشطين
كي يتم استكمال التحرير وتطبيع الحياة ومواجهة الميليشيا الخارجة عن القانون. ما الذي تحتاجه الدولة مننا كمجتمع، كناشطين، كإعلاميين، كنخب سياسية ومجتمعية، كمواطنين عاديين؟ ما الذي تحتاجه الدولة الآن وهي تخوض معركة وجودية تجاه الانقلاب الحوثي، وأيضا معركة مصيرية تجاه مشاريع التمزق والتشظي؟ إذن هل تحتاج الدولة الوقوف معها ومساندتها، أم أنها تحتاج إلى الصمت والحياد؟ صوت للخيار الأول، أن الدولة الآن بحاجة إلى وقوفنا معها ومساندتها، صوت لهذا الخيار 92%. 92% يقولون يجب مساندة ومؤازرة ودعم الدولة في هذا الظرف الحرج والاستثنائي. 8% يفضلون الصمت والحياد، هكذا يقولون. والصمت والحياد في هذه القضايا خطير للغاية، ولا ندري كيف وصل بهم القرار طبعا، لكن النسبة ضئيلة لكنها خطيرة. لماذا؟ هل هناك من عاقل يقف في مرحلة يعني يتفرج ووطنه يتشظى أو يتم الاعتداء على مؤسسات الدولة؟ في الأخير هذه المؤسسات وهذه الدولة مهما كانت ضعيفة، مهما كانت هشة، إلا أنها تمثل لنا ما تبقى من كيان الدولة، وهي أيضا الطريق للمستقبل لكي ننتصر على ميليشيا الظلام والإرهاب الحوثي وأيضا الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون. أيضا وضعت استطلاعا للرأي في صفحتي، وهو بنفس السؤال الذي وضعناه على الفيسبوك، لكن يعني الخيارات كانت أكثر من خيارين. ما الذي تحتاجه الدولة الآن من المجتمع والنخب السياسية والناشطين كي يتم استكمال التحرير وتطبيع الحياة ومواجهة الميليشيا الخارجة عن القانون؟ إذن هل المساندة والدعم والمؤازرة، أم الصمت والبقاء على الحياد، أم مساندة الميليشيا والفوضى؟ وضعت هذا الاستطلاع حتى نعرف يعني بطريقة موضوعية وعلمية وبحياد تام من يقف مع هذا أو ضد هذا. إذن صوت للخيار أن الدولة تحتاج للمساندة والدعم والمؤازرة، صوت لهذا الخيار 96%. 1% يفضل الصمت والبقاء على الحياد فيما يخص استتباب الأمن، فيما يخص تطبيع الحياة، فيما يخص تثبيت طبعا أسس الدولة وبنائها. 3%، وهذه طبعا نسبة هي ضئيلة لكنها خطيرة، كيف تستطيع، كيف سمح لك ضميرك وأنت ضميرك الوطني أن تساند الميليشيا والفوضى؟ 3% يقولون نساند ميليشيا الفوضى. إذن الخيار الغالبية الساحقة وهو 96% يقولون المساندة والدعم والمؤازرة هو ما تحتاجه الدولة مننا في هذه اللحظة الفارقة. إذن مشاهدي الكرام، لدي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالكم؟ مرحبا بك أم عبد الحليم. أولا نقول لك رمضان خير. أي والله رمضان كريم وعيدك سعيد. وحشتونا. وأنت وحشتينا مرة. والله وحشتونا مرة. الله يكرمك. والله أقول لك حاجة، نعم، ما نبغى فوضى ولا نبغى ازعاج، لقد فوضى وازعاج بنقع زي سوريا، قسما بالله، بالله قسم لك بالله. هل بشار قعوا معه ولا مع المساكين اللي ماتوا في البيوت، اللي حرقوا في البيوت من الصواريخ من روسيا ومن بشار؟ وقسما بالله لما يقعوا يد وحدة، الآن نحن نبغى يد وحدة مع عبد رب منصور، نعم، ومع الشرعية ومع آل سعود ومع الإمارات، يد وحدة. لا يقول دخلنا ولا أكلنا، نحن أصلا بدات عدن، نحن أكلونا لما زعفوا. الشعب تعبان، يروح فيها الشعب والأطفال والنساء. إحنا أنتوا لما ترتبشوا وتباح حاجات تروح لحالكم، دول الحالم اليمن ضرب عليها ليل بنهار، الحريم
والاطفال والنساء في الشارع. كيف نحن بنسوي انفصال؟ ولا كيف نحن بنسيب عبد ربه بهذا الموقف؟ اذا الدوله هي تحتاج منا الان في هذه اللحظه الى ان نقف معها. ايوه نوقف مع الدوله حتى لا كان الدوله ظلمتنا. نحن الحين ما نظلمها يعني اذا ايوه ام عبد الحليم ماذا تقولين هؤلاء الذين يساندون الحوثيين وايضا يساندون الانفصال؟ ايوه يساندوا الانفصال يساندوا الحوثي. انا اقول لك حاجه، انا اهلي البكازم مع الحرام تمام، ولكن انا بيت بكازم وعايشه في عدن، ولكن الان مش وقته. كنتوا لو انتوا تبغوا الانفصال ايام علي عبد الله صالح، ايام عبد ربه لما كان زمان عاد رئيس صنعاء. دحين احنا في حرب، دحين احنا في حرب. يعني الذين ينادون بالانفصال في هذه اللحظه هم يساندون الميليشيا. ما ينفع، ما ينفع ما ينفع. العملاء مع الحركيين ما ينفع. انا اهلي كلهم حركيين، لكن انا لا ما انا معاهم ولا مأيدهم. انا قلت لك خلي الولد يتكلم عليه، خلي يسمعني. انا بس بكازم وانا عمري 63 سنة وانا حارب وخرجت بريطانيا واخو شهيد، ولكن جوعنا ودحنا الان احنا في الشارع، لا معانا بيوت ولا معانا اراضي. يعني بالفعل ام عبد الحميد، يعني ام عبد الحليم انت عمرك 63 عام، يعني عمر مديد وطويل، وكان من المفترض وكان من المفترض منذ 63 عام، يعني بعد ان تم دحر المحتل البريطاني كان من المفترض لازم نفضحهم. ليش؟ رئيس يقتلوه، رئيس يطلعوه، والشعب جيعان. صح والله، والشعب جيعان، الشعب الشارع، والشعب الشارع حرام. نحن انظلمنا بعد ما خرجت بريطانيا، يا ريتنا ما خرجنا بيني وبينك. نحن انظلمنا في الأخير. طبعا الغلط ليس من الذين ناضلوا من أجل دحر الاحتلال البريطاني، الغلط الخطأ من الذين جاءوا يحكمون من بعد هذا الاحتلال. أنا بنديك كلام، لأن كانت كلها مفترقة دحين، قومية وتحرير ومدري مين وعميل ورابطين. نحن بنروح فيها شعب العمر يعني الحالة حرام. الحالة يعني تشبه هذه الحالة اليوم، يعني انتقالي وانفصالي. وانفصالي لا ما ينفع، ما ينفع. انا شربت الكاس السم من هالحراكيين دولة. انا قلت لهم يا البكازم عقلوا خلينا نصفي العدو. اول مرة نحن ما لنا بنقول فلان اكلنا فلان بحبنا فلان، الان نحن نصفي عبد الملك الحوثي وشعبه اللي معاه والعملاء اللي معاه. يعني مثلا يا ام عبد الحليم، لو ان هؤلاء حكموا عقلهم وانحازوا الى الدوله وتم بناء الدوله في عدن وفي شبوه ولاحجو وفي المناطق المحرره، كيف سيكون الحال بعدن؟ يعني عدن الان تدفع ثمن هؤلاء الفوضويين الذين الميليشاويين الذين حاولوا ان يحيلوا هذه المدينه العريقه الى قريه يعني الكهرباء انقطع عنها، القمامه تمتلئ بالشوارع، وزد جاءت الامطار يعني وفت. يعني هؤلاء أسمع ما الذي يحتاجوا، ما الذي يريدونه من هذه المدن ومن ابناء المحافظات الجنوبيه بهذا الاصرار على الفوضى؟ انا بديك حاجه واحده، هل سوريا لما قالوا انقلب على بشار، هل الامم المتحده ولا العالم فصلت عن المساكين دولك اللي في الشوارع للمطر وللبرد وللجوع؟ مو حرام؟ الآن بشار يضربهم وروسيا تضربهم والله، وسمحوا لهم سمحوا لهذا النظام الفاجر بقتل الشعب السوري. نفاقين، ايوه منافقين. اسمع اقسم لك بالله لما يقوم على الحوثي، وقسما بالله حسن الشيطان بيدمرنا زي ما دمر سوريا والله. نعم. انا اقول لك انا ام عبد الحليم باقي يوم بجيب سيرتي والله، اليمن بتروح وبتحكموا باليمن، ببنوها من جديد ايران وبيحكموا اليمن ان كان ما يقع الان، وينتصروا على الحوثي. بلا عدن بلا حراك بلا كلنا قواعد، كلنا ميتين جوع. صحيح. بلا بيوت ولا راتب ولا اي حاجه، في الشارع الناس قاسين. بالفعل بالفعل بالفعل. ام عبد الحليم عيب. انا انصحكم نصيحه، اقسم لكم بالله ان عبد الملك الحوثي برمي لكم صواريخ زي ما يرمي في السعوديه. المظالم، السعوديه مظلومه علشانكم.
السعودية تحملت علشانكم سعودية بالصواريخ هذه. نعم والله لما السعودية والإمارات والله روحتوا والله. نعم. العظيم لما السعودية والإمارات إنما سعنا حسب الشيطان وإيران، والله ما حد يوقف عبد الملك الحوثي إلا الخميني والله. نعم. حسب الشيطان وقسما بالله. نعم. نصيحة لهم اليمن اليمن اليمن. صدقتي. ولو عنده احترام ولو عنده احترام وعنده دين وعنده عار توقع على اليمن وتوقع على الحديدة وتوقع على الضالع وتوقع على كل من على صنعاء وعلى مناطق التي ما زالت تحت احتلال الميليشيا. أشكرك أم عبد الحليم، كلام من ذهب. على اليمنيين أن يدركوا، علينا أن نتلافى أخطاءنا ونتجاوز خلافاتنا، أن نساند الدولة. مساندة الدولة هو الواجب الأهم والأكثر أهمية، وعلى هذه الدولة أن تكون على قدر المسؤولية أيضا. هناك مطالب للمسؤولين لقيادة الشرعية وغيرها أن تكون على قدر المرحلة، على قدر هذه التهديدات والمخاطر، وأن تقف أمام كل عابث مخرب فوضوي يريد تمزيق اليمن، أن تقف أمامه يعني بقوة وتواجههم بصلابة، لأنه إن لم نواجههم هؤلاء يدفن وطننا يعني في المجهول والخراب. لدي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد مرحبا بك. أبو محمد أهلا وسهلا بك. أبو محمد، الدولة تعيش حالة حرب، يعني مواجهة في أكثر من صعيد، مواجهة ميليشيا إرهابية طائفية تخريبية، مواجهة الحوثي، إضافة إلى تهديدات من الداخل في المناطق المحررة، ميليشيا فوضوية تريد العبث والاستيلاء على مؤسسات الدولة. إذن نحن كمجتمع كمواطنين ماذا يجب علينا تجاه هذه الدولة؟ يجب على الدولة أولا أن تصحح مسارها كدولة. إذن تصحيح مسارها، مسارها بنفسها، لأنها أصبحت دولة خشية ومختطفة وتنفذ أجندة ليس أجندة وطنية. هذا الحقيقة. الجنوب لا يمشي أي ميليشيات، هذه اللي يطلقوا عليهم اليوم مسمى ومصطلح ميليشيات هي من واجهة الحوثي، وهي من هزمة الحوثي، وهي من قطع شد إيران. كيف تسموها دول ميليشيات؟ إذن أنت تقول كيف نسمي هذه الميليشيا مثلا؟ أن تأتي ميليشيا تحاول أن تسيطر على مؤسسات الدولة في سقطرة في شبوة، ماذا نسميها؟ وهي هذه الميليشيا لا تخضع لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة الدفاع ولا تعترف بشرعية كدولة، ماذا نسميها؟ الحزام الأمني مثلا في سقطرة أو من أبناء سقطرة ومن الذي من الذي أنشأ الحزام مثلا؟ الحزام الأمني، السلطة المحلية بمحافظها تقول ميليشيا خارجة عن النظام والقانون، تسمي نفسها حزام أمني، من الذي أنشأها؟ وهي جاءت خارج إطار الدولة، لا جاءت من وزارة الداخلية ولا من وزارة الدفاع ولا تعتمد ولا حتى رواتبها من الدولة. إذن من أين ولماذا وما الهدف؟ أنت تتأمين حتى رواتبها لن تكون من الدولة، الدولة أساسا هي موجودة على دعم التحالف. أها، إذن التحالف جاء من أجل استعادة من التحالف دعمه وعاصفة الحزم جاءت من أجل من؟ من أجل الشرعية، ولكن خالف الشرعية خالف مواجبها تجاه نفسها، خالف حركة الجبهات. مطالبتك يعني منطقية. من الذي أعطى الحق لأبو عوجة أن يأتي من عمران إلى سقطرة، ومن حرم على أبناء سقطرة محافظة، ومن حللها؟ يعني رمزي محروس، رمزي يعني في تناقض عجيب. اسمع يا أبو محمد، رمزي محروس من عمران وفهد كفاية من أين؟ من صعدة. ومحمد صالح بن عدي، محمد صالح بن عدي ومحافظ شبوة من وين؟ من حجة. يا رجل يعني لا تستخفوا بالناس بهذا القدر من الاستهبال. يعني من يحكم من شبوه هو ابن شبوه، والجندي الذي هو في شبوه من 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 من, من المحافظه نفسها. يعني لا عاد الناس فيهم عقول. يعني اذا كان المستمع يعني يقولوا المتحدث فالمستمع بعقله. يعني اذا لدي اتصال. السلام عليكم.
فقدنا الاتصال. إذا لدي اتصال آخر. إذا أنوع على موضوع حلقتنا لهذه الليلة، أرجو أن يكتب في الكابشن الدولة وضرورة مساندتها ضد الميليشيا. لدي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. السلام، كيفك يا محمد؟ أهلا وسهلا، الاسم الكريم. معك محسن صالح العولقي من شبوة. حياك الله، حياك الله، حيا الله أهل العوالق. وهؤلاء الأبطال الذين أيضا شاركوا في الدفاع عن الدولة. إذا محسن، وأنت من أبناء شبوة، ما 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 الواجب أمام المجتمع للمساندة والدعم في سبيل تطبيع الحياة لهذه الدولة حتى نستطيع أيضا مواجهة الميليشيا الحوثية؟ محسن، يعني في شبوة. نعم. نعم أسمعك. نحن في شبوة يا أخي، نحن حصلت يعني مشاكل بين الأخوة. بين الأخوة. أيوة بين الأخوة. ولا نريد أحد يتدخل فينا في شبوة. إذن هذا ما يعني، إذن هل تم إصلاح الأمر في شبوة؟ أبناء شبوة بيوقفون كل الأشياء. إذن لماذا حدثت هذه المشكلات وهذه الأحداث المؤسفة التي حدثت في شبوة؟ لماذا؟ ما الهدف منها؟ إذا كنا إخوة وعلى قلب رجل واحد، لماذا حدثت هذه الفوضى والاعتداءات؟ هذا في أيادي خلفية من عند الإصلاح. من عند الإصلاح؟ وين الإصلاح في الأمر؟ عندنا في شبوة هذا. يعني العميد اللواء. ايوه يحدل انس حررت شبوه. يعني من حررت شبوه لم يكن للنخبه الشبوانيه وجود حينما حررت شبوه. هذا طبعا اذا لديك معرفه بالتاريخ وايضا بالجغرافيا. هذا يعني بالعقل، يعني النخبه الشبوانيه تم انشاؤها وهي خارج نطاق الدوله، كيف تتحدث عن ذلك؟ من الذي حرر شبوة غير هذا؟ مقاومة جنوبية. هذا مقاومة جنوبية. إذا رجعت بمقاومة جنوبية، ولكن أسألك أنت وأنت عولقي، لماذا قامت النخبة الشبوانية ضد قائد لواء وهو من أبناء العوالق، وتقول وتحرض وتقول الشماليين؟ وأين الشماليين في واحد عولقي؟ يعني بالعقل. يعني فقدنا الاتصال، لأنه لا يوجد يعني إجابة منطقية حتى يمكن أن يستصيغها إنسان عاقل. قال لك إصلاح وهو اللواء، هذا اللواء الذي تطالب به هذه الميليشيا الخارجة عن نظام القانون، تطالب بإخراج لواء من محافظة، وهذا اللواء هو الذي حرر بيحان وعسيلان مع ألوية أخرى. يعني ويزيد، يعني يتم استغفال الناس بطريقة ممجوجة وخارج نطاق العقل والمنطق والذوق والأخلاق. يعني شيء يعني لا يمكن أن تتخيله. يعني إذا لدي اتصال. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، الاسم الكريم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. أبو من؟ أبو مهند. أبو مهند. حياك الله أبو مهند. الدولة يعني أبو مهند لازلت معي؟ إذن فقدنا الاتصال بأبي مهند. إذن لدينا اتصال آخر أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم أبو مهند، مرحبا بك. السلام عليكم، هل تسمعني؟ عليكم السلام. أهلا وسهلا. ألو.
اهلا عوض. ايوه استاذ محمد، اهلا وسهلا بك يا عوض، كيف حالك؟ الله بخير وعافيه، كيف صحتك طيب؟ الحمد لله. عوض يعني متصل سابق وهو عولقي، وانت عوض كعد العولقي برضو، متصل سابق يقول انه ما حدث في شبوة هو بين الاخوة ولا يصح ولا يحق لاحد ان يتدخل، وعاد وكرر الامر انه الامر هو يعني فقط المقاومة الجنوبية لها الحق. تحدث ان النخبة الشبوانية هي التي حررت شبوة، قال هكذا، وأنه لها الحق في أن تسيطر على ما تريد. يعني ما ردك وأنت ابن المحافظة وتعرف أيضا تفاصيل القضية وما حدث في شبوة من اعتداء واستيلاء ومحاولة استيلاء على مؤسسات الدولة، تستطيع الرد عليه؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة السيل وقناة الثورة والثوار. حياك الله. للأسف الشديد يا أستاذ محمد، حزب الإصلاح أصبح شماعة في الجمهورية اليمنية، أي أخطاء ترتكب أو أي إصلاحات تحصل من قبل الشرعية يحملها حزب الإصلاح. طبعا الكل يعرف أن الحميد أو اللواء جحد قائد اللواء 21، وهذا بطل من أبطال الجمهورية اليمنية، وهو الذي قاد المعارك في بيحان وحرر مدينة بيعان، استمر القتال لمدة 3 سنوات والكل يتفرج من أبناء شبوه، وضحوا بالمئات من الشهداء، ضحوا بالمئات، وناس قاتلوا من مراد من مارب، وقائد المحور أنا لم أذكر اسمه الذي قدم 3 و4 أبناء، مفرح بحيبح اللواء، مفرح بحيبح هذا اللواء يا أخي نرفع له القبعة يا أخي، هذا من أبناء مارب يا أخي، قدم 3 و4 من أبناء، وهو كان قائد معور عتق، والعميد جحدل كان يقاتل ببسالة، هو كثير من أبناء شبوة حتى حرروا بيحان. أما بالنسبة للنخبة الشبوة، نحن نعرف من أتابها إلى شبوة ومن أسسها ومن دربها ومن يمدها بالسلاح ومن يمدها بالغذاء، وهم دخلوا تحت قطاع القضاء على الإرهاب، والهدف منها هو السيطرة على حقول النفط في شبوه وفي فالحاف. انا اسال سؤال يرد علي هذا، وانا اعتقد انه من نفس القبيلة الذي انتمي اليها، من الذي يقوم اليوم بحراسة فالحاف ومن الذي يقوم بتصدير المشتقات ليس المشتقات النفطية، لان فالحاف اكثر من انتاج غاز، من الذي يصدر الغاز اليوم من فالحاف؟ الم تكن النخبة الشبوانية هي التي مسيطرة على بالحاف، على ابار بالحاف الغازيه، وتصدر عن طريق باشراف ضباط اماراتيين وتروح الى جيوبهم؟ ما هذا الكلام الذي يقوله يا اخي؟ نحن اليوم يجب ان على الرئيس عبد الرب المنصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء وجميع الوزراء وجميع وسائل الاعلام والرسميه ولي العوده الى العاصمه المؤقته عدن، وعليهم بنفس الزي العسكري يا اخي. يا اخي مش معقول ان الميليشيا تعبث بالارض وتمزق البلاد شمال وجنوب وشرق وغرب، والقياده السياسيه ميليشيا تعبث باليمنيين شمالا واخرى تعتدي على اليمنيين جنوبا، وهذا مؤسف ومؤلم. يعني حتى نضع النقاط على الحروف يا استاذ محمد، الميليشيا الحوثيه في شمال الوطن والمجلس الانتقالي في جنوب الوطن، وجهال لعمله واحده، هدفهم تمزيق الوطن وتقسيم اليمن الى دويلات وليس الى شمال والى جنوب. عوض يعني لم يعد لدينا يعني حتى الفاصل سوى دقيقه واحده، ولكن اريد ان اسالك في سؤال مهم للغايه. يعني في هذه المواقف، هل يمكن ان نستصيغ يعني موقف الحياد والصمت تجاه هذه التهديدات التي تمس كيان الدوله وتمس حتى الحاضر والمستقبل؟ هناك مجموعه من الأحزاب، الناشطين، النخب، يعني توارت عن الظهور ومواجهة هذا العبث في ظنها أنها يمكن أن يعني حتى أنها طبعا تقف معظمها إلى جانب هذه الميليشيا العابثة. يعني هل تستصيغ موقف الحياد والصمت أمام هذا أو تأييد هذه الميليشيا؟ ما رأيك تجاه هؤلاء؟ يا أستاذ محمد، نعم، حتى نعطي قوة وعزيمة
ومعنويات للأحزاب وللشعب. لا بد من عودة القيادة السياسية إلى العصر المؤقت عدد. أما أن القيادة السياسية موجودة داخل الرياض وتريد أن تحرر ما تبقى من المناطق التي لا زالت تحت السيطرة، هذا شيء غير معقول يا أستاذ محمد. إذا عادت القيادة يا أخي هم يخافون من الموت، يا أخي يموت يا أخي. قدمنا يعني أغلى ما عند الشعب اليمني، شباب في شباب موجود يا أخي، شباب ورجال وأبطال يعني ابتداء يا أخي. ناس كانوا يحملون شهادات عليا وخرجوا وماتوا وقدموا صدور عاريه وماتوا يا اخي في شوارع صنعاء وعدن وكل مكان. فليموت شهيدا عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس علي محسن والدكتور معين عبد الملك وجميع عليهم على يلبس الجو العسكري ويحمل السلاح وينزلوا الى شوارع عدن يا اخي. الان هي هذه ساعه الصفر، نكون او لا نكون. احنا للاسف شديد الميليشيا اليوم اصبحت تسخر وتستهزئ الرئيس هادي ونائبه ومن يتحالف مع الشرعيه. لابد من اعاده هيبه الشرعيه، لابد من عوده القياده السياسيه والعسكريه. نعم، لابد من حسم الموضوع، اما نكون او لا نكون. نعم، وهذا مهم للغايه. اشكرك كل الشكر عوض كعدل. عوده الشرعيه بكل اركانها ورموزها وشخوصها ومؤسساتها الى ارض الوطن، هنا يمكنها ان تتقدم وأن تنجز التطلعات التي يتطلع إليها اليمنيون نحو التحرير ومواجهة هذا العبث، تحرير مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية الحوثية، وأيضا إيقاف هذا العبث وهذه الاعتداءات وهذه الفوضى التي تنفذها ميليشيا خارجة عن النظام والقانون وتحمل أجندات مشبوهة ومشاريع صغيرة ورغبة دفينة لتمزيق وتفتيت اليمن الكبير. شكرا لكم مشاهدي الكرام، دعونا ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لقراءة واستعراض مشاركات مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك في هذه الحلقة التي نناقش فيها موضوع الدولة وضرورة المساندة والمؤازرة ضد الميليشيا. دعونا نستعرض أبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا مسألة مساندة الدولة والحفاظ على وحدتها وكيانها كان موضوع حديث الكثير من المغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بالصحفي العربي وهو أيضا الصحفي سعد فهد بن سيف العجمي، وهو صحفي كويتي أيضا يرد فيه على تخرصات ومحاولة بعض الصحفيين الخليجيين مساندة ميليشيا الفوضى والميليشيا الخارجة عن النظام والقانون. فهد سيف العجمي أطلق أيضا حديث صريح وواضح يقول: من يقبل ويساعد على الانفصال في اليمن لا يحق له الاعتراض غدا على أي مطالبة بتقسيم بلده وتفتيتها. اليمن ليست مزرعة أبوكم تقسمونها كيف ما تبون، يعني كيف ما تشاءون. يضيف الصحفي الكويتي فهد سيف العجمي يقول: جميل أن تكون ضد التطبيع مع الصهاينة، لكن القبح أن تكون مؤيد الانفصال اليمن وتفتيته. هل تعاني من حول سياسي؟ تأييد الانفصال في اليمن خيانة عظمى، ولا يؤيد الانفصال إلا رجعي وشعوبي ومتصهين. المطالبة بتصحيح أخطاء الوحدة واجب الجميع، فلنصحح الأخطاء، لكن أن تدعو إلى تمزيق بلد موحد منذ الأزل فهذا خطيئة، وهذا أيضا لؤم وحقد وعبث. في أيضا التغريدة التالية يكتب
شوقي سعيد المخلافي يقول منطق أن الوطنيين هم الإصلاح والشرفاء هم الإصلاح والوحدويون إصلاح والمقاومة في نهم وتعز ومأرب إصلاح ومن يرفض تقسيم وبيع اليمن إصلاح ويرفض الوصاية إصلاح. هذه نعمة للإصلاح وبارك الله في الشرفاء من كل الأطياف. هي أيضا كلما انبرى الإصلاح وحاول أن يدافع عن الدولة، وطبعا ليس الإصلاح في هذا المضمار بل هناك أيضا إلى جانبه العديد من الشرفاء الذين أيضا انحازوا إلى الوطن وانحازوا إلى قضايا الوطنية العادلة. في التغريدة التالية كتب الأستاذ علي شمسان يقول الذين يحرضون على تقسيم اليمن هم بالضرورة يريدون بالسعودية شرا، فمنذ قيام المملكة وتوقيع اتفاقية الطائف لم يحدث أن قام أي نظام فيها بمعاداة السعودية إلا النظام الاشتراكي، فمعروف عداوته للمملكة قديما ولا أظنها أن هذه العداوة قد انتهت. أما التغريدة التالية فقد كتب خالد الشودري يقول جنوب اليمن يشهد تسويق لمشروع الفوضى وتدمير المؤسسات مؤسسات الدولة تحت لافتة تزعم استعادة الدولة. من العبث أن تقول تنادي وتقول يعني أن تدمر مؤسسات الدولة ثم تدعو لاستعادتها. الدكتور محمد زبارة يقول هناك نداءات عدة تدعو القيادة السياسية إلى اتخاذ قرار يصنف أي تشكيل عسكري خارج نطاق الجيش الوطني وهيمنة الدولة على أنه تشكيل ميليشاوي خارج القانون أيا كان مسماه أو مصدره، وفي اعتقادي أنه إذا لم يتخذ هذا القرار فإن اليمن لن يستقر وستظل مسرحا للصراعات وسيمتد تأثير ذلك إلى دول الجوار. أما التغريدة التالية فقد كتبها صحفي حمدان العلي يقول بعض الإخوة المطالبين بالانفصال اليوم يشنون حملات إعلامية ضد كل شخص يرفض تقسيم اليمن ويتهمونه بالأخونة وأنه يعمل ضد المملكة العربية السعودية، شغل لئيم وخسيس هكذا وصفه. في النهاية هذا الإرهاب والتحريض والافتراء والكذب لم يعد مجديا، ربما تستطيعون خداع الناس لفترة لكن الحقيقة لا تغيب طويلا. أما التغريدة التالية فقد كتبها الصحفي ابن عدن الصحفي شفيع العبد يقول العواطف غير العقل والأماني غير الحقائق والدولة غير الميليشيا. الدولة حتى لو كانت هشة ومتواجدة في مبنى متهالك فهي أكثر حماية للناس من ميليشيا مدججة بأحدث أنواع التسليح وممولة بالعملة الصعبة، وهو ما نراه في ميليشيا مدججة بأنواع الأسلحة الحديثة التي مولتها بعض الدول التي تكن لليمن السوء والتقسيم. إذن في التغريدة التالية مجاهد السلالي يقول باعوا اليمن بالأمس لميليشيا الحوثي حناكا للإصلاح وتجرعوا بعدها الويل، لكن رغم كل ذلك ها هم يبيعون ما تبقى من وطنهم للميليشيا حناكا للإصلاح رغم كل ما شاهدوه على مر 4 أعوام من جرائم هذه الميليشيا، لكن حقدهم على الإصلاح أكبر من وطنهم وسيبيعون اليمن 1000 مرة عنادا للإصلاح. ماذا يمكن أن نسمي هذا العبث وهذا السخف وهذه الحماقة؟ الوطن للجميع، للإصلاحي للمؤتمري للشمالي للجنوبي للجميع، علينا أن ندافع عنه لأنه أيضا ملاذنا هو مستقبلنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى أي إنسان عن وطنه وعن دولته. أما التغريدة التالية فقد كتبها السياسي والنائب البرلماني علي عشال يقول لله ثم للتاريخ، أعتقد أن الوقت قد آن في أن يغادر القادة الرسميين والحزبيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة مربعات الصمت. ما يجري اليوم من حالة صمت عجيبة وركون من كل طرف أن غيره معني بتصحيح الوضع المختل يشبه الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء. لن يرتدع أي عابث بأمن واستقرار اليمن ما لم يقف الجميع صفا واحدا ويقولوها بالفم المليان. لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية أن ينحرف عن أهداف هذا التحالف. هكذا يقول النائب والسياسي
والبرلماني علي عشال، يقولها بلغة صريحة وواضحة. إذن قبل أن هذه آخر تغريدة، نكرر ونعيد استطلاع الرأي الذي وضعناه على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداء من قناة سهيل، حساب قناة سهيل على تويتر. سألنا المتابعين وقلنا: ما هو موقفك من الحياد والصمت تجاه عبث واعتداءات وتهديدات الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون؟ طبعا الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون، سواء ميليشيا الشمال الحوثي أو ميليشيا الجنوب كما هو الحال بميليشيا الانتقالي. إذن ما هو موقفك، رافض أم مؤيد أم محايد؟ صوت للخيار الأول، هو الرفض، رفض الحياد أمام عبث واعتداءات وتهديدات الميليشيا على الدولة، رفض الحياد صوت لهذا الخيار 88%، والمؤيد لموقف الحياد والصمت 8%. أما المحايد الذي ليس لديه موقف، لا مؤيد ولا رافض، 4%. الغالبية تقول رافض. أما في الاستطلاع التالي في الفيسبوك، فسألنا المتابعين: ما الذي تحتاجه الدولة الآن من المجتمع والنخب السياسية والناشطين كي يتم استكمال التحرير وتطبيع الحياة ومواجهة الميليشيا الخارجة عن القانون؟ هل الوقوف معها، مع الدولة ومساندتها، أم الصمت والحياد؟ صوت للخيار الأول، الوقوف مع الدولة، الوقوف مع الدولة ومساندتها، صوت لهذا الخيار 92%، وصوت للخيار الصمت والحياد تجاه ما يعني ما يهدد الدولة من قبل هذه الميليشيا الحوثية، صوت لهذا الخيار 8%. في الاستطلاع الأخير أيضا وضعنا نفس السؤال وقلنا: ما الذي تحتاجه الدولة من المجتمع كي يتم استكمال عملية التحرير وتطبيع الحياة ومواجهة الميليشيا الخارجة عن القانون؟ هل المساندة والدعم والمؤازرة، أم الصمت والبقاء على الحياد، أم مساندة الميليشيا والفوضى؟ صوت للخيار الأول، المساندة والدعم والمؤازرة، صوت للخيار الأول 96%، وصوت لخيار الصمت والبقاء على الحياد 1%، وصوت لخيار مساندة الميليشيا والفوضى، وهذا أمر غريب، 3% يقولون نساند الميليشيا والفوضى، يعني شيء مؤسف. إذن المساندة والدعم والمؤازرة كانت الغالبية العظمى. اليمنيون أجمعوا في هذه الاستطلاعات وفي من خلال الحديث على في الاتصال المباشر ومن خلال أحاديثهم ومشاركاتهم، أنهم يقفون ويساندون الدولة، لأن الدولة هي المركب، هي سفينة النجاة لنا جميعا للحياة الآمنة والمستقرة، للسلام الدائم لنا في الحاضر ولأبنائنا في المستقبل. الدولة نتشبث بها بنواجذنا، نتشبث بها بكل ما يمكننا، بكل ما لدينا من قوة، لأنها الوسيلة الوحيدة للعيش بأمان وسلام. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.